نتيجه تكليلك لقمه. ده الكباب والكفته اللي جابتهم المحاميه بتاعتك سخنين، تعالي كلي قبل ما يبرد. بس الحق يتقال، انا اول مره اشوف محاميه زي المحاميه بتاعتك دي. علشان نكدب احنا هنطلعوا جدعان معاكي. انا لابسه بنطلون تحت الجلابيه بتاعتي، هديهولك تلبسيه. وانا معايا بلوزه في شنطتي هديهولك تلبسيها. بس اهم حاجه تقولي قدام النيابه زي ما قلنا للمحاميه بتاعتك بالظبط. وان شاء الله المحضر بتاعك يتحفظ ويفرج عني. سلامتك يا ممدوح، سلامتك يا ولدي. مين الله اللي ظلمك وعمل فيك كده؟ عملها حمدان، ما عملش حساب لا النسب ولا الجرابه. قلت لك مليون مره قبل كده ان دي سرايا معاش عشان الشر والظلم. قول لي يا ممدوح، هو حمدان عارف منك انت اللي بسمه ناويه تطلع في برنامج في التلفزيون وتحكي على حكايتها معاه؟ لا، انت لما قلت لي ما قلتش غير لامي. قلت يا هنيه اللي قلت لحمدان؟ يعني كنت خايفة على حمدان وحبيتي تخدميه فخدمتيه بابنك. خايفة على حمدان ومش خايفة على ابنك. حرام عليك يا هنيه، ليه عملت كده يا بنتي؟ أنا أرد عليك يا أبو سعيد بمنتهى البساطة، لأن ده العادي بتاعها. ده العادي بتاعها، دي بني آدمة عايشة طول عمرها لنفسها ومش شايفة غير روحها وبس. وادي النتيجة، ابنها متهم بتهم قذرة وقاعد بيرمي مضروب في المستشفى، وكل ده بسببك أنت. بزياداك الحديد الماسخ ده. بزياداك أنت بقى، أبوس إيدك بزياداك أنت شوية. بزياداك أنت. انت ايه؟ مستنيه ايه تاني اكتر من كده؟ قلبك ده ما بيعرفش الرحمه، لا رحمتي بس ما الغلبانه، ولا حتى ابنك اللي هيفضل عايش طول عمره بيدفع تمن موت ضمير امه، انت ايه؟ كفايه كفايه كفايه. هنيه استني يا هنيه استني. كفايه انت اللي لفقت التهمه لولدي يا حمدان. بقول لك مسكتهم وهم بيعملوا الفعل الردعي. كذاب، ولو حلفت لي على المصحف كمان هقول انك كذاب. ولدي ما يعملهاش. هنيه مفيش هنيه، بس ما انت حر فيه، مراتك تولع فيها تقتلها انت حر، لكن ولدي ذنبه ايه؟ ليه تتهمه التهمه العفشه دي؟ ولدك ده يستاهل اللي جراله. لا يا حمدان، انا اللي استاهل، انا اللي قلت لك بلساني ان بس ما تطلع في البرنامج وهتفضحك. كنت خايف عليه يا جوز عمتي، عشان كده جيت وحذرته، جيت وحذرته قلت ده واد عمي يقوم يدفع ولدي انا الثمن. ليه؟ عشان ايه؟ يا ريت كان لساني اتقطع قبل ما اقول لك. خلاص يا هنيه، اللي حصل حصل يا بنتي. لا ما خلاصش، انا عايزه حق ولدي. حق ولدك؟ ايوه، ولدك يروح يشهد ويقول ان ولدي هو اللي لفق له التهمه. اتجنيت انت ولا هي؟ لا يا حمدان، انت لسه ما شفتش جناني. خليها تبعد عني يا ابوي، هكسر لها دماغها. خلاص يا حمدان، ايه بعدين؟ اكبروا، فوت قدامي. انت رايح فين وسايبني؟ غوري من وشي. اهدي اهدي. فيها زينك. مش كده؟ اقعدي اقعدي. مش كده يا هنية؟ اطمني، ولدك ما هيتحبس ولا هيجرى له حاجة، المهم انه زين وانت اطمنت عليه. ويعملوا في ولدك ده ليه من الاصل؟ هو ولدك ما كانش يعرف من قبل سابق ان بسمة متجوزة؟ كان بيرمح وراها ليه؟ هو اللي جابه لنفسه. هو ده اللي ربنا قدرك عليه تقوليه؟ خلينا في المهم. وفي ايه اهم من ولدي يا زين؟ فين اللي طلبته مني؟ الربع مليون جنيه. كتر خيرك يا بنت الاصول، هو ده اللي يهمك وبتسالي عنيه؟ هني فين الربع مليون جنيه؟ هي قالت لي ان شهادتك ما هتفيدش بحاجه. كيف يعني ما هتفيدش بحاجه؟ لا هروح طبعا. يما هي عليا قالت لي انت ما كنتيش مع بسمه في البيت، لا شفتي ولا سمعتي حاجه. وبعدين قالت لي ان هي هتحاول ان شاء الله تجيب لي بسمه افراج من النيابه. ماشي، خلص الشاي اللي في يدك ده واطلعي لنجاتي، قولي له عدي عليا بكره الصبح بدري. ليه؟ هروح اطمن على ممدوح في المستشفى. يما تطلعي كيف وانت تعبانه كده؟ مالكيش صالح انت، عجزت انا اياك. هروح اطمن عليه ان شاء الله، اروح له زحفه حتى. صح يا هارون؟ ايه جاي لي شنو؟ لساك متضايق من اللي حصل؟ في سؤال بيرن في راسي ما تقدرش اجابه. سؤال ايه ده؟ عاوز اعرف اللي خلى حمدان يعمل اللي عمله ده ويفضح نفسه، مع انه كان ممكن يضرب الاسباب بس بدي علقه ويطلقها
ارتاح مني. يمكن مقهور منها. لا، لو كان اللي بتقوليه ده صح ما كانش استنى سنة وزيادة عشان يعمل الحمل ده. ده ولد من حرفه زين. وبعدين أنا شفته لما بعت لأبوه عشان يقدمها بالتعاله، يعني لسه شريه مستعد ينسى اللي عملته هي ونصرة. في حاجة حصلت الفترة الأخرانية دي خليته يقلب عليها ويعمل اللي عمله ده. حاجة تادي عايز يقول لي أنا خايف تبقى هناك مصيبة، خايف يقول عليها. وأنا اللي فاكراك إنك سهران عشان تأدب الضابط اللي كان بيراكبك. لا، أنا فكرك أسيبه يعني. أنا نويل أديله قلم يلف حوالين نفسه ويحلف بالغليل ما يعاود اللي عمله دي تاني. نام يا هارون، أنا كمان لازم أنا أصحى بدري. تصحي بدري؟ ولك إيه بدري؟ هقوم أغسل هدوم أبوي وأكويها. أبوك هيعمل إيه بالهدوم المغسولة والمكوية وهو مرمي في السجن؟ يمكن يطلع من السجن بعفو صحي اليومين الجايين دول. ده مين اللي قال لك الكلام ده؟ حمدان هو اللي أكد عليا الموضوع ده. حمدان؟ غريبة، جاب لي السيرة يعني بالحكاية دي. ليك حق يا أحمد، ليك حق في كل اللي قلته، ليك حق يا ولد الناس. أنت شايف ولدك مرمي في المستشفى متصاب، والحكومة بتحقق معاه في تهمة عفشة. وأنا السبب. أيوة أنا السبب. سامحني يا أحمد، سامحني في اللي كنت السبب فيه مع ولدك. أنا ما هدفعش قدام حضرتك بإن المحضر اللي اتعمل لموكلتي في المدرية بيقول إنها كانت جاية لهم ببطانية وهي دلوقتي لابسه هدوم، لان انا ما تعودتش اضل للعداله. وده موقف يحترم منك يا دكتور، لكن انا هدفع بكيديه الاتهام وتلفيقه، لان موكلتي لم تضبط في فراش واحد مع الشخص اللي اتهموها بانها ضبطت معاه. لكن شهاده الشهود بتاكد الواقع. شهاده الشهود كلها كذب وتلفيق، استعان بيهم زوج موكلتي لرفضها العوده والعيش معاه ولتلفيق قضيه زنا ليه. والله العظيم اللي بيتهموني بيه ده وحصل، انا كنت في البيت ولقيت الباب بيخبط، لقيت حمدان جوزي ومعاه ممدوح زميلي في الجامعه ومعاهم ثلاث نسوان وثلاث رجال، مسكونا انا وممدوح زميلي في الجامعه وضربونا وقلعوا لنا هدومنا ولفونا ببطاطين. حتى اسالوا هيقول لكم نفس الكلام. أنا بطالب بإجراء كشف الطبي على موكلتي فوراً لإثبات عدم حدوث الوقع، كما أطالب بالإفراج عنها بدون ضمان.